لا يوجد أي قرار أممي ينص 70 4 ديسمبر 1979، الأمم المتحدة بالقرار الأممي 3437 ينصب المملكة المغربية باحتلال بعد انسحاب موريتانيا من الأراضي الصحراوية. راعي لك البرهان. دار البراهين، هذا البرهان من الأمم المتحدة، ومن الأمم المتحدة لا توجد الصحراء والبوليزاريو، لا يوجد أي ممثل. هذا من جهلكم. لماذا لا توجد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الأمم المتحدة؟ لما عند اعترافات من الدول، ما عند الأكثرية الدول يعترفوا بها. يقول لك الصحراويين لماذا لا يعترف بهم عضو في المغرب العربي؟ يا ربي، الصحراء مازالت محتلة، موريتان آنذاك ما كنا عضو في الاتحاد الإفريقي، ولا كنا عضو في الجامعة العربية، ولا كنا عضو حتى في الأمم المتحدة. بعد استغلال موريتانيا عدنا عضو في الأمم المتحدة، وعدنا عضو في الاتحاد الإفريقي، وعدنا عضو في الدول الأخرى. يا أخوتي، أنتم مش تطرحوا شملة السلاح، السلاح جاهل. أنت كمملكة مغربية عندك 14 قرن، المملكة المغربية أين تعت عضو في الأمم المتحدة؟ اسم سنة، أقول أنت المغربي اسم سنة 57. لماذا 57؟ لماذا ما تعد عضو في الأمم المتحدة 1945، تأسيس الأمم المتحدة؟ بكل دولة محتلة. أنت مملكة 40 قرن محتل، ولكن ليس عضو في الأمم المتحدة. العضوية في الأمم المتحدة هي دولة أولا مستقلة، وعضو في أي منظمات هو مستقل. والعضوية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي وباعتراف من الدول الأفارقة. موريتان كانت دولة مستقلة، عضو في الأمم المتحدة. كل الأمم المتحدة كانت عصبة الأمم، اسمعني، كانت عصبة الأمم، يعني كانت من تهنتيت خليك من زعت الخاوز فدي لا تحقاك انت والله متكلم مع حدا كذا انت مريد تسلم على موريتانيا محترم شخص الرجل ناقش فكرته واحترم شخصه لا ينفسوا لك شو لا توجد اي دولة في العالم ليست دولة مستقلة وهي عضو في الأمم المتحدة لا توجد فلسطين هذه فلسطين المحتلة ليست عضو في الأمم المتحدة فلسطين عندها قضية خاصة لفلسطين وهم الدول اللي نو أليني هم اللي طلبوا حضور الفلسطينيين حضور لكن ليست عضو في الجامعة المتحدة وش الكبير أستاذ الكبير عندي اثنين معني خايم في كلامي بيزا ما تقاطع هما دقيقة أخويا الكبير أخويا الكبير أصبر عليا قليلا يدير مداخلة الفريق الإعلامي أنا خارج والله أنا خارج هذا النقاش بيزنطيني لماذا هذا هو السؤال الثاني والمغاربة ما يقدر يجاوب على الأسئلة الحكم الذاتي هذا كثير ما قدروا يجاوبون لي السؤال الثاني لماذا فلسطين هي عضو في الجامعة العربية وليست عضو في الأمم المتحدة؟ لو تفضلوا قاع الصحراء ما هي مهمة عندي لماذا هم عضو في الجامعة العربية ولكن فلسطين ليست عضو في الأمم المتحدة لماذا؟